يا عدس الجنه، يا عدس الجنه يا قلبي، مش هسمع صوتك تاني يا حبيبي، مش هسمع صوتك تاني يا قلبي، يوم ما اتدفن كمان يا حسود احمد، حرام عليكي، مش هسمع صوتك تاني يا قلبي، يا قلب اختك يا حبيبي، يا قلبي استغفر ربنا، استغفر ربنا، استغفر ربنا، يا قلبي ما تنساش يا قلبي، 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 يا القانون ياخد حقه يا شاهدوا متابعين، شاهدوا متابعين موقع تحيا مصر، يعني وقع مأساوية شديدة هنا منطقة عبد القادر في محافظة الإسكندرية. طبعا مصرع شاب، يوم ما دخل يوم ما دخل قبره كانت شبكته البقاء لله. ايه اللي حصل يا سلام؟ ده ايه حصل؟ زي الورد، انت اخته، انت اخته، كان ريح واحد، كان عريس، عريس كان ريح واحد، جه قال له تعالى صالحني على مراته، خده وراح لقاهم هناك مستنيينه، قتلوه، قتلوه اخويا من يوم الاربعاء وهو ميت، من يوم الاربعاء عشان حارس الجنه القذيف منه زي القمر. ده الروح يا سفر، ده الروح يا رب، هم قارين عليك. امسك كده، امسك كده، خلك يا انا. ايه اللي حصل؟ كنا رايحين واحد الجنة، يا هو كلمته مسموعه كويس، واحد جه قال له تعالى الدنيا على مراتي، راح يرد على مراته، لقاهم هناك كلهم متربصين له السبعه، ثلاث اخوات واولاد خالته ضربوه، ضربوه في مقتله، يعني كان رايح يصلح لوحده، كان رايح يصلح لوحده، هو ايه اللي متعصب لمراته؟ اديه اديه، قول قول له على صوته، قول له مراته. اخواتي المحترمين المحبوبين والناس بتكبر في عبد القادر اللي احنا فيها، الناس بتكبر اللي احنا فيها ده، فهو كان طالع من السجن اخو العيال موت اخويا جوز اختهم،
قالوا له تعالى يا احمد اسلحني على مراتي. لقوهم هناك متربصين. لقوهم هناك متربصين. في المساكن اللي قدامك ده. انا رايح اعمل خير. رايح اعمل خير. في القلب شويه. في الخزيك فين؟ زي القمر مفيش واحد زيه في عبد القادر محمد. مفيش حد زيه. اسال عبد القادر كلها عليه وعلى قدامه بالخلف والوكله. عيال صغيره وهو وعيال كبيره. ليه؟ ليه عمل ايه؟ يا البطل رايح يسلم عمل ايه؟ ده رتبها له والله ما رتبها له يا ابو ده يعمل خير يطعنوك ليه ضيعوه؟ ليه؟ ده عريس الجنه احمد كان هيشبك يوم الجمعه اللي فات يوم شكته يوم دفنته يوم دفنته يوم دفنته دي يا احمد حارب على الفتاة حبيبي يا احمد يا يا البطل ليه يعمل اخويا كده؟ ليه يعمل حق اخويا؟ القانون يا حبيبي ربنا والقانون ما لناش الا ربنا ربنا والقانون عاوزين حق اخونا عاوزين حق عاوزين الاعداد عاوزين الاعداد عاوزين الاعداد القصاص العدل توأمه مش لاقيينه من يوم الدفنه هو له توأم محمد المنوفي مش لاقيينه مش عارفين من اللي خده لافين عليه عبد الله هم لما ضربوه قالوا هناك ده احنا الاخرين هنخطف التاني ونموت عاوزين القانون ياخد مجراه ويبص اعدامه قانون عادل وهيجيب قانون عادل واعدامه والنبي يا رب يا رب بحاجه المصطفى كان خاطب محمد اديها احمد كان خاطب احمد كان خاطب احمد كان رايح يا رب بيحكموا الجمعه عارف عليك ناصح يا قلبي عريسك كان رايح يا رب بيحكموا الجمعه يكتب يا وجعت عليك يا اخويا يا قلبي يا وجعت عليك يا اخويا تخبي زي الوهم حرام حرام احنا عاوزين حق عاوزين القصاص العادل عاوزين الهم كتير عادل بص زي الورد زي الورد زي الورد قمر 14 كنت بتبقى بيه في كل حته يا حبيبي كنت بتبقى بيه في كل حته يا حبيبي كنت بتبقى بيه في كل حته اكيد اكيد خطبته منهار منهار بتموت امي بتموت من ساعتها امي بتموت في المستشفى عندها غيبوبه مش راضيه تفوق منها احنا عاوزين حق اخويا احنا عاوزين حق اخويا احنا عاوزين عدل ربنا وعدل القانون يمشي مربياه قولي لنا يا حاج قولي لنا يا حاج قولي لنا قولي لنا يا مختار واخلاق يا مختار يا مختار ان شاء الله كنا احنا متحايلين عليك يا مختار يا مختار 28 سنه يا قلبي كنت بتبقى بيك في كل حته يا حبيبي قال لك يا خالتي انا هخطب قبل ما عازمنا عايز ايه ايه اللي حصل واحد جاله قال له تعالى اصلح لي مراتي هو طيب راح يصلح لي مراتي ما تعرفش يا حبيبي زي ما تكون مرتبينها انا وياه وجاي انه طلع من قدامه ومن خلفي يعني اللي بيقول راح يعمل خير خير والله وحياه سيدنا محمد جاي بيقول له تعالى اصلح لي مراتي غدوا بيه غدوا بيه احنا عاوزين القانون ياخد مجراه ان شاء الله يا رب نخلي الدوله والقانون مشهده الناس كلها كانت فين امم كانت امم اهدي كده اهدي ما تصوتيش بس اهدي بس ما تصوتيش حبيبي يا اخويا اخويا طالع مع اخويا طالع مع اخويا من التغيير ما بتبقاش خمسه ليله لما تروح يا قلبي سلام يا قلبي وسمحت معاه في عربيه الدفنه واحنا مش عارفين نمشي بالعربيه كان محبوب احمد الله يرحمه الناس كلها بتحبه الدنيا كان بيلعب في جيم من كتر الناس احنا مش عارفين بيلعب جيم كان بيلعب جيم جيم ولا سجاره ولا جيم يجي مدخنهم مدخن هنا اهو يشرب معايا حاجه
ممراتي ما يقيمش عينه ما يقيمش عينه ما يقيمش عينه حتى في بيت ولا خاله. حسبي الله ونعم ربي هو الوكيل. حسبي الله حسبي الله ونعم ربي حسبي الله ونعم ربي عاوزين حق ربنا يمشي عليه والقانون الله يخلي الدواء مثل خبوع القانون القانون عادل عاوزين اعدامه وكل ما يخطف العين على الدفع كده. انا خاله خال. انا اصغر خال على خال والد انا خاله خال والد انا خاله كان يسيب مدخله جنبك اهو ويجي عندي في مدخلي مراتي قاعد محتوض بهات. عاوزين امر ربنا والقانون عاوزين قانون ربنا عليه واكل البنات يعني في حال سبعة يا ابن الكبير يا ابن ده كان بيحدث لي جواز وحيد الله وحيد الله انا عاوز انا عاوز عاوز ايه ده بس بلد سويد بلد سويد بلد سويد وحيد الله وحيد الله لا اله الا الله. يعني انت كنت داخله وهو كان شكته يوم الدفن. لا اله الا الله لا اله الا الله. بتطلبوا بايه بتطلبوا بايه بتطلبوا بايه عايزين حد ربنا عايزين حد ربنا انزل اسال الناس كلها ان شاء الله حقه يرجع ان شاء الله باذن الله وان شاء الله يعني قضاء مصر قضاء شامخ ويجيب له حقه باذن الله وقع مساويه طبعا هنا اخويا هيموت عشان وقع وقع مأساوية طبعا شهدتها منطقة عبد القادر هنا في محافظة اسكندرية طبعا مصرع الشاب الجميل اللي قدام حضراتكم ده احمد ايهاب طبعا اللي كان رايح يعمل عمل خير اتقلب عليه شر ولقى مصرعه طبعا على يد مجموعه من الشباب ربنا يرحمه يا رب ويصبركم وان شاء الله حقه يرجع وان شاء الله حقه يرجع ولا عريس الجنة تحديدا عريس الجنة تحديدا يا رب عريس الجنة تحديدا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب لا اله الا الله يا رب يا رب لا اله الا الله يا رب يا رب الناس كلها الناس كلها عماله تقول يا رب الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه يا رب ما حد يدور يا رب ما حد يدور ولا حد يجربها يا رب يا رب ما حد يدور ولا حد يجربها بقيت عبارة عن زمر يا قلبي بقيت عبارة عن زمر يا قلبي ان شاء الله حق يرجع ان شاء الله حق يرجع ان شاء الله